مشاهدينا اهلا بحضراتكم، تابعنا مع حضراتكم امبارح تفاصيل مشاجرة الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي. كان داخل النجم محمد فؤاد مع شقيقه علشان يعالجه من ازمة صحية حصلت له، وحصل مشادة وشجار ما بين النجم محمد فؤاد وما بين طبيب المختص في المستشفى عين شمس التخصصي لعلاج الحالة. يعني كان الكلام ان هو بسبب تأخير في الكشف عليه، عايزين نعرف ايه الجديد. نقابة الاطباء اتكلمت، المستشفى اتكلمت، هل في شهود عيان اتكلموا، هل محمد فؤاد راح للنيابة، هل حرر محضر بالواقعة. هنشوف كل التفاصيل ونعرفها من زميلنا الصحفي باليوم السابع بقسم الفن استاذ عادل عبد الله. استاذ عادل، برحب بحضرتك. صباح الخير يا استاذ احمد، وصباح الخير على كل مشاهدين اليوم السابع. طيب، عايزين نعرف الجديد بخصوص الواقع يا استاذ عادل. ايه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ في جديد حصل ولا الدنيا ماشيه زي ما هي، بس تحرير المحضر من جانب الطبيب بس، ده كان اخر حاجه؟ ايه الجديد؟ طمن. هو يعني طبعا الخبر كله متصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل الفنان محمد فؤاد على الترند النهارده طبعا، لان كل الدنيا كلها كانت بتتكلم على الموضوع، المشاجرة اللي حصلت بينه وبين الطبيب في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي. هو النهارده هيتجه الفنان محمد فؤاد إن شاء الله للنيابة عشان يحرر المحضر ويحاول ياخد حقه زي ما بيقول إيه بالإجراءات القانونية. طب القصة كلها فاضل أستاذ أحمد فاضل كما روها لي كده الفنان محمد فؤاد، إن هو كان متواجد عند أحد أصدقائه اللي هو الدكتور أحمد أيوب، اللي دايما يعني بيقعدوا مع بعض كده. كان الساعه 4 الفجر اتصلت بيه شقيقته، قالت له الحق اخوك عبده جات له جلطه، وطلعنا بيه على مستشفى جامعه عين شمس التخصص. طبعا هو وسط توتر وقلق على اخوه جري بسرعه هو واصدقائه اللي كانوا معاه، اللي كانوا متواجدين معاه في السهره دي، وراحوا للمستشفى. هم طبعا سبقوهم ووصلوا قبلهم بتاع تقريبا نص ساعه، لقى اخوه متواجد في الطوارئ وما فيش اي حاجه حصلت له، وهو طبعا في حاله جلطه وكده لازم يتم علاجه. حاول يكلم الطبيب يسلم عليه، ده كلام طبعا الفنان محمد فؤاد، ما ردش عليه. فلما بيقول له يعني انت لسه نايم او حاجه زي كده دكتور، فطبعا الدكتور رد عليه بطريقه كده هاتوا الامن وطلعوا الشخصيه دي بره. طبعا حصلت بقى مشاجره ومشاده، لان هو بص توتر منه ومن كل الموجودين معاه، وده يصور وده يصور، والموضوع عدى واخدوا اخوه طلع بيه المستشفى تانيه. اخوه دخل على طول جراحه وعمل عمليه وعمل قسطره، ودلوقتي متواجد في نفس المستشفى التانيه طبعا، وفي العناية المركزة. طيب يا استاذ عادل، بعديها بيوم بقى حصل تسريب فيديوهات. طب انا عايز اسال سؤال، يعني حضرتك الروايه اللي بتقولها بلسان نجم محمد فؤاد اللي حكاها لك شخصيا، مظبوط كده؟ ايوه. طيب الروايه اللي حصلت بقى من جانب الطبيب، الطبيب قال ايه؟ طبيب عين شمس قال ايه، او ايه اللي قاله في المحضر اللي حرره ضد الفنان محمد فؤاد؟ علشان نشوف الزاوية التانية والناحية التانية قالت ايه. بص يا استاذ احمد، انا طبعا ما اطلعتش على التقرير نفسه، لكن كل ما هو يعني وارد في الصحافه كده على في التقرير، ان هو او المحضر اللي عمله، ان هو تعدى عليه باللفظ وتعدى عليه بالايدي او حاجه زي كده، ده في التقرير اللي حصل او في المحضر اللي عمله الطبيب يعني واداره المستشفى. طيب ودلوقتي ايه اللي المتوقع يحصل يا استاذ عادل؟ يعني برضو لما تواصلت مع نجم محمد فؤاد بلغك ان هو ايه اللي هيحصل؟ هل هيمشي في اجراءات لسه قانونيه، ولا هيحاول ان هو يتواصل مع الطبيب يحل الموضوع بشكل ودي؟ ايه بص يا جديد استاذ يعني احمد، لما اتكلمت معاه؟ بص يا استاذ احمد، اتفضل. هو الفنان محمد فؤاد معروف عنه الطيبه طبعا والجدعنه، طبعا وابن عين شمس، واخد بالك، وان هو دايما يعني علاقته حلوه كل الناس، وعمره ما شفنا فيه عامل مشكله ولا حاجه. حتى لما حصلت المشاده دي كان بيهمه ان هو صحه اخوه، ساب الموضوع خالص واهتم باخوه. لما لقى فوجئ تاني يوم بقى، ده تاني يوم بعدها تقريبا ب 15 ساعه الفيديوهات اتسربت، والصحافه كتبت ان هو
الطبيب اشتكى وراح للنيابه، هو كمان ما كانش هيعمل حاجه، هو كمان هيتجه للنيابه النهارده وهيشتكي وهيعمل محضر بالتعدي باللفظ وبالقول ومعاه فيديوهات، وهي طبعا هيتم يعني يعني قصد حضرتك استاذ عادل ان الموضوع كان انتهى اصلا لولا ان هو يعني الموضوع انتشر على السوشيال ميديا بعدها بيوم، مظبوط كده لو انا فاهم صح؟ ده حقيقي. استاذ احمد الموضوع كان يعني زي ما بنقول خلص، ولكن بعد 15 ساعه تم تسريب بقى الاخبار وتسريب الفيديوهات ان هو تعدى عليه وكده، فهو ما كانش حتى اتجه بالتعدي ده ان هو يعمل محضر، ولا كان في دماغه يعمل محضر، لكن هو دلوقتي هيدور على حقه قانونا كمان لان هو تم التعدي عليه بحد قوله يعني. هو الموضوع هيبقى النهارده في النيابه، والنيابه هتحقق وهتفرغ الكاميرات اللي في المستشفى والفيديوهات اللي مع الفنان محمد فؤاد. طيب ويعني احنا الكفه مايله ان خلاص هو الفنان محمد فؤاد هيكمل في الاجراءات القانونيه، لسه ما فيش اي حاجه باينه، ما فيش عندك اي معلومات من شخص الفنان محمد فؤاد ان هو هيخلي الموضوع يتحل ودي او كده، لا الموضوع لسه مكمل قانوني وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، مظبوط كده يا استاذ عادل؟ لا، كل واحد بيدور حقه دلوقتي يا استاذ احمد، اجراءات قانونيه. مفهوم مفهوم. انا بشكرك شكرا جزيلا يعني الصحفي بقسم الفن الزميل العزيز استاذ عادل عبد الله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ. شكرا استاذ احمد، شكرا. يعني ده كان كل الجديد بخصوص تفاصيل الواقعة ما بين الفنان محمد فؤاد وما بين طبيب عين شمس تخصصي، ايه اللي حصل يعني، عرفنا التفاصيل من الزميل استاذ عادل عبد الله الصحفي بقسم الفن. وعايزين نقول برضو ان طلع بيان من كذا جهه، طلع بيان من نقابه الاطباء، طلع بيان من المستشفى، طلع برضو هنحاول نشوف هل شهود العيان اتكلموا ولا ما اتكلموش. مجلس نقابه اطباء القاهره طبعا ده برئاسه دكتوره شيرين غالب استنكرت تعدي الفنان محمد فؤاد بالسب والقذف على طبيب مستشفى عين شمس التخصصي. احنا هنقول لحضراتكم كل اللي تم رصده، احنا لا في صف ده ولا في صف ده، احنا بنرصد كل التفاصيل علشان تبقوا حضراتكم على اطلاع بالصوره كامله. مجلس نقابه اطباء القاهره استنكر تعدي الفنان محمد فؤاد بالسب والقذف على طبيب مستشفى عين شمس التخصصي في عمله اثناء تاديه واجبه، واعرب عن دهشته لصدور هذه التصرفات غير المسؤوله على حد بيان المجلس من فنان يفترض ان يكون قدوه ومثل جيد واعلى للمجتمع. طيب المجلس ناشد كافه الجهات الرسميه بحفظ الامن بتامين المستشفيات الحكوميه من الداخل والخارج لمنع تكرار هذه الحالات الصارخه من التعدي وتعطيل العمل الذي لا يتماشى مع طبيعة هذه المنشآت ودورها الحيوي في استمرار. طيب يعني بص الموضوع برضو لسه في الرصد والتحري والمتابعة، في محضر اتقدم من الطبيب، وزي ما أستاذ عادل قال لنا أن في محضر تقدم به الفنان محمد فؤاد يعني في خلال ساعة، في خلال وقت قليل، علشان يتم التحقيق رسميا في طلب كل واحد منهم، في طلب النجم محمد فؤاد وفي طلب الطبيب طبيب عين شمس التخصصي اصحاب الواقع. بعدها بيتم في تحقيقات بتشوف ايه اللي حصل بالفعل ويتم اتخاذ اجراءات بناء على الكلام اللي حصل. لكن انا بقول لحضراتكم البيانات اللي صدرت لغايه دلوقتي، كمان المجلس مجلس نقابه اطباء القاهره قال ان مجلس النواب عليه سرعه مناشده مجلس النواب بسرعه إقرار قانون المسؤولية الطبية بما يتضمنه من مواد تشدد عقوبة التعدي على الأطباء والأطقم الطبية. دي الحقيقة يعني ما تضرش حد في حاجة، ملهاش علاقة لا بوقعة أو بتحقيقات أو أي حاجة، لا دي حماية للأطباء اللي بيقدموا عملهم يعني 24 ساعة على 7 أيام في الأسبوع طول السنة، فدي أكيد حاجة المفروض نحافظ عليها. أكيد لازم يكون في مواد بتشدد عقوبة التعدي على الأطباء والأطقم الطبية في أي وقت، ملهاش علاقة بقى بواقعة النجم أو فلان أو علان، لا دي حاجة لازم تبقى موجودة على طول. طيب جامعة عين شمس بقى وضحت في بيان ليها إن مستشفى عين شمس التخصصي قالت كده بالظبط استقبلت الساعة
5 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس. المريض عبد العزيز فؤاد، ده اللي هو أخو النجم محمد فؤاد. وأثناء تأدية طبيب العمل ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض اللي هو الفنان محمد فؤاد برفقة عدد من الأشخاص، قاموا بتهديد الطبيب المسؤول اللي هو دكتور مصطفى أيمن محمد مدرس مساعد القلب بالمستشفى التخصصي، وقاموا بالتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض كمان المتواجدين في الطوارئ. زي ما بقول لحضراتكم ده بيان جامعة عين شمس. وقالت إن تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، وتم تسجيل الوقع بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ. طيب ده بيان كده، أنا قلت لحضراتكم بيان مجلس نقابة أطباء القاهرة وبيان جامعة عين شمس. جامعة عين شمس قالت إن كل حاجة متسجلة كاملة عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ، أما مجلس نقابة الأطباء فهو ناشد كذا جهة بالحفاظ على الأطباء والأطقم الطبية والحفاظ على الأمن في المستشفيات، يعني الموضوع بتحاول تأمن الموضوع بصفة عامة للأطباء. طيب زي ما قلت لحضراتكم ده كان جامعة عين شمس، ودي كانت قالت برضو إن هي بتؤكد إن خدماتها الطبية والعلاجية متاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وده في إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية اللي بتخدم 25 مليون مريض سنويا. يعني رقم برضو كبير جدا إن مستشفى زي جامعة عين شمس دي تخدم العدد ده من المرضى. يعني بص احنا هنشوف التحقيقات هتقول ايه الفترة الجاية. المريض الطبيب رفع المحضر امبارح، قدم المحضر. الفنان محمد فؤاد هيقدم المحضر، وهنشوف الموضوع هيوصل ليه. جامعة عين شمس قالت ان الموضوع اتسجل كامل على الكاميرات، الكاميرات الخاصة بالمراقبة في قسم الطوارئ، وقالت ان تم التعدي على الطبيب وعلى أطقم التمريض وعلى المتواجدين في الطوارئ. والفنان محمد فؤاد هنشوف رسميا هيقول ايه في التحقيقات، واحنا هنتابع مع حضراتكم كل اللي هيحصل لحظه بلحظه الفتره القادمه. كانت كل التفاصيل حتى الان في وقعة مشاده ما بين النجم محمد فؤاد وبين الطبيب في مستشفى عين شمس التخصصي دكتور مصطفى ايمن محمد مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي جامعه عين شمس. هنشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.